تبارك الله على سيدنا محمد السادس والحباب ديالو. كتدخل كتطبع عادي، ما بقاتش الديوانه كما كانت غير جبر ودخل. دابا كاين ديك الطابعه خصك تطبع تخرج، فهمتيني؟ ما بقاش ديك الشيء غير جبر وزيد وصافي، فهمتيني؟ الامور مزيانه زعما الصراحه، ما كاين لا اكتضاد لا والو، ما كاين لا دحاس لا والو. تبدل الديوانه، تبدلت بواحد الطريقه عجيبه اخي، ما كاينش ديك المشكل اللي كان. تنقص الديوانه، الناس كيمشيو بالطابع في الكيشي، الناس كتدخل في الضو، ما كاينش ديك التحاس، ما كاينش ديك الزبل حشاك اللي كان هنايا، فهمتيني؟ كان دابا الدنيا مزيانه والبوليس كل واحد في البوست ديالو، وما بقاش ديك الاكتظاظ، يعني ديك التحاس غير يزيدوا صافي. مسائل من الضو بحال اللي ماشي في المطر. يعني الحمد لله هذه الامور ايجابيه. لا هذه ايجابيه بزاف، وانا بالحكم ديالي كندخل الديوانه هذه اكثر من 33 سنه. انا كنشكر بزاف السلطات المحليه ولا الامن الوطني، ولا راه مجهود كبير العامله هذا المضيق الفنيدق، قامت بواحد المجهود كبير الصراحه. الله يرحم والدي، الله يسلمك. حتى ولا عامين دابا؟ لا عامين وثلاث شهور. عامين وثلاث شهور صحيحه. كيفاش دوزت هذا عامين وثلاث شهور؟ هو الفرقه صعيبه، جوزنا هذا عام ما خصنا حتى خير، ما نكذبوش على ربي، غير الفرقه حره على ولادنا. ملي سمعتي غيفتحوا؟ ملي سمعتي ولا توجد في الليل. ما تنتش حتى تنصور. مالي تكاس عندك واجده ولا كل شيء واجد عندي. ملي سمعت ماشي تفتح قال لك ما تفتح غير الناس السبته. حاول قال لك حتى انا نهض المغرب غير هود. حاول حتى انا وخرجت. شنقول لك الديوانه يعني اللي كانت شحالو ماشي ديال دابا، ماشي هي ديال دابا، داكشي النظام والناس شنقول لك النظام بزاف ماشي بحال المرايا اخرى. باش كانت شحالو الديوانه كانت تحاس، كانت كتخرج السلعه، يعني كان بنادم تيكون داخل كيلقى مشكل كيفاش يدخل، مشكل كيفاش يخرج. دابا لا، ما كاينش داكشي. يعني عندي بنيتات انا بجوج بهم عندهم جنسيه، عندي العائله هذيك ببره خالقه لي داخل في سبته، هذه خلقت لي هنايا ملي انا اللي ما عنديش شي الوراق، تشدات الديوانه وبقيت هنايا في المغرب. و قلت لي توحشتنا. توحشنا، كان خاصنا ندخلو كنا فرحانين. وهذه بحق ملي وصلت دابا قالوا لي دابا ما بقاش كيدخل بالليبرو فاميليا، قالوا لي ضروري خصك بيصاد. وهذه صافي ورجعه في حالي تنشوف شي يومين ونرجع. الا دخلت بالليبرو فاميليا وهذاك ما دخلتش نمشي نعمل بيصادو، ندخل عند راجل ديالي. انا راجل ديالي داخل والدار ديالي داخل، بحق تشدات عليا الديوانه وبقيت محصله. الحمد لله ملي تصاوبت هاد الامور دابا اللي تفتحوا الحدود، وواحد الفرحه كبيره عندنا الحمد لله باش نشوفوا صله الرحم ديال العائله والاحباب. شحال شفتهم دابا؟ هو دابا شي عامين وزياده اخويا، شي عامين وزياده، وواحد النهار اليوم عندنا نهار كبير الحمد لله، فهمتيني؟ ملي تفتحات هاد العمليه ديال المرور كيفاش دازت؟ وا شويه المهم الحمد لله. لا زعما قلنا زعما بروفيتو في هاد الساعه مزيانه، يعني في الصباح يقدر يكون شويه البشر بزاف. وي باقي ستاسيون مو عندنا فين كي ستاسيوني الطوموبيلات باقي عام. شوف انت الاجراءات اللي خداتها السلطات المغربيه استعدادا لاعاده فتح المعبر. مزيانه الحمد لله، مزيانه داكشي مزيان في مطعو وقانوني. الله يسلمكم، الله يسلمكم، شكرا اخو. السلام عليكم. على سلامتنا وهذه، وحنا متشوقين للبلاد ديالنا، والله ينصر سيدنا. هادشي اللي نقدر نقول لك، الله ينصر سيدنا على هذا. لا مزيان الحمد لله بالنسبه للاجراءات، كل شيء مزيان دابا، تمت مزيان وهذه كل شيء بخير. ما دخلتي المغرب؟ هذه دابا انا كنت كندخل على الباطو من جهه الباطو، وبالنسبه لدابا الحمد لله من اللي صله الرحم الناس ديال سبته والناس ديال اسبانيا، يعني صله الرحم مع الناس ديالهم ديال المغرب. ومرحبا بينا لعندكم، تبارك الله عليكم. شكرا الناس كاينين داخل يصبروا شويه وصافي، ان شاء الله راه غيدوزوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.